يشاء. سئل الإمام العسكري عليه السلام عن التوحيد فوقع بخطه عليه السلام. سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول. الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك، وليس بجسم، ويصور ما يشاء وليس بصورة. جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن يكون له شبه، هو لا غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.